البلد صارت نار. الحمد لله على سلامتك يا أستاذ. من وين؟ من روسيا؟ ايه من روسيا. شو ما هيك؟ هذا السيناريو اللي شوف. يا ابني يضرب لك شي شهرين ثلاثة ورجع. ليش؟ لبين ما بين قرار اللجنة يا بيقبل النص يا لا. وبيبين معنا إذا بنقدر ندرج بالخطة. خطط شو؟ يا ابني نحن عنا بالمؤسسة في خطة انتاج سنوية وإلها ميزانية محددة، فإذا كانت ميزانية نصك بتتناسب مع ميزانية الخطة لهي السنة بندرج لك في المبلغ، وإذا ما بتتناسب ساعتها بدك تضطر تأجل مشروعك يا للسنة الجاية يا اللي بعدها. واحد سينمات واحد حر. لا تفائل كثير يا ابني، في قدامك طابور طويل. هذا مشروع فيلم سينما صح؟ ايه مزبوط استاذ. والله ما بعرف شو بدي اقول لك بصراحة. نحن ما عندنا اهتمام بهيك مشروع. انت اكيد بتعرف وضع السينما بالبلد، يعني صالات قديمة وتعبانة والناس دارت لظهرها وراحوا على التلفزيون. حتى موضوع عرض الفيلم تبع السينما على الفضائيات صار شوي صعب خاصة قدام الفيلم المصري. إذا عندك يعني مشروع مسلسل للتلفزيون سباعية يا سيدي مرقوا لعنا وبنشوف إن شاء Thank you.
want to see that you're right. What you write about? Murder, sex, violence. Do you ever write about yourself? Not in the autobiography. Really, why not? Maybe I'd like to just sit back and get other people to reveal themselves. For instance, you look a little divorced. What makes you think I'm divorced? The ring light hasn't faded. Well, you're very observant. Yeah, but am I wrong? Would it bother you if you were wrong? Would it bother you if I was right? مرحبا ابو اليول. لك بس بعتني بوستر شو صار معه؟ سلمون. عم تصور فيلم هون؟ شو؟ فيلم جديد؟ ايه فيلم جديد، وكل يوم رح اعمل فيلم جديد.